تستمر حملات المراقبة لمقاومة الاحتكار والمضاربة في المواد الغذائية الأساسية لترصد فرق المراقبة إخلالات في بعض المخابز بالعاصمة خلال حملة ليلية هدفها رصد عمليات استعمال المواد المدعمة في غير الغرض المخصص لها. اليوم صباح بكري واحنا ندوروا على المخابز وحابين نشوفوا المواد المدعمة ماشية في الأغراض الصحيحة وإلا لا. وكما شفتوا معانا بعض المخابز كانت العمليات نتاعها صحيحه، مي فما زوز مخابز لقيناهم يستعملوا في المواد المدعمه في اغراض غير مخصصه، يعني في الخبز الرفيع. الاكياس الفرينه كانت تتراوح من 71 في الخمسين و 137 كيس في الخمسين. مسالك توزيع المواد الغذائية انطلاقا من المخازن حتى الوصول إلى تجار التفصيل كانت أيضا تحت مجهر فرق المراقبة الاقتصادية التي سجلت خلال هذه الحملة توفر كل المواد وبداية عودة الاستقرار في عمليات التزود والتزويد. لقينا تبارك الله كل شيء موجود على عينيكم، السكر اللي تهفتوا عليه العباد موجود بكميات كبيرة ومتوفرة، وقمنا بالمعاينة ومراقبة الدفتر الحركية مقارنة بالفواتير الشراء، لقينا كل شيء متوفر بما فيها الرز والسميد كما قلت مرة أخرى والسكر هكا على عين مكان. مياه معدنية مخزنة بمصنع لصنع الحديد قد يكون تمويها ومحاولة تضليل للفرق الأمنية والرقابية وشكلا آخر من أشكال الاحتكار الذي رصدته فرق المراقبة بالقيروان. تم معناتها مداهمة مخزن عشوائي يتواجد معناتها بمصنع صنع الحديد. المخزن هذا يتضمن 600 ألف كمية، 600 ألف من المياه المعدنية. المياه المعدنية هذه معناتها الأبحاث جارية، معناتها باش نشوفوا معناتها علاش تخزن في المكان هذايا، علاش ما تخزنش في المصنع نتاع المياه المعدنية، اسكو المصنع فيه معناتها مكان للتخزين أم لا. وبالطبيعة احنا نشوفوا الحركية نتاعو، اسكو قاعد يبيع مش قاعد يبيع، قاعد يخزن فيه معناتها باش من بعد يبيعوا معناتها في فترة لاحقة بأسعار، والله معناتها هذه كل معناتها الأبحاث مازال جارية. كميات هامة أخرى من المواد المختلفة تم ضبطها بعد محاولة المحتكرين استغلال المنازل وحتى المزارع لتخزينها. هي منزل في مزرعة رقينا فيه معناتها كميات هامة جدا من المواد المدعمة الأساسية تتمثل في 7 طن فارينة رفيعة، 2 طن سميد، 350 كيلو جرام سكر، كيف عندنا زيت نباتي مدعم 660 لتر، زيت مجهول مصدر 550 لتر، وكيف فما زاد مواد اوليه منتهيه الصلاحيه باش يتم اتلافها. من القيروان الى القصرين يتكرر المشهد وتسابق فرق المراقبه الزمن لمداهمه المخازن العشوائيه ومحاصره بارونات الفساد والاحتكار وارجاع مكاسب الشعب للشعب. نخدموا اليوم ان شاء الله باش معناتها فهمني هذايا في اطار معناتها السلم الاجتماعي اللي هي ثم معناتها فهمني اماكن عشوائيه اللي من غير لا معناتها مسالك قانونيه ولا حتى شيء. احنا نحاولوا اليوم باش نعملوا هالحمله هذه حمله مشتركه ونخدموا عليها باش نرجعوا ثقه المواطن في الدوله. لن نبالغ اذا اطلقنا على جريمه المحتكرين والمضاربين تسميه الارهاب. إرهاب غذائي وتلاعب بقوت شعب أنهكته طوابير الانتظار في وقت تحجب فيه خيراته ومقدراته في مخازن عشوائية.